هاي بنات، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هنتكلم على لايف ستايل، حياه صحيه منظمه، وطبعا الحياه الصحيه دي اللي هتوصلك لتحقيق احلامك والنجاح. اول حاجه احنا عايزين نقضي على فكره كلمه الدايت دي خالص من حياتنا. هي اسمها اللايف ستايل صحي، باكل اكل صحي متوازن، باكل اللي بيغذي جسمي مش اللي انا مشتهياه. فاعرفي ان الهيلثي لايف ستايل ده هيعتبر كانه صديق ملازمك مدى العمر. اول حاجه لازم في الهيلثي لايف ستايل تعرفي ان المطبخ هيكون اكتر مكان هتقضي فيه وقتك، ولازم تكوني حابه الفكره وحابه وجود المطبخ في حياتك بصفه خاصه. يعني قبل ما انت تخرجي، او يعني كل يوم الصبح انا لما بصحى لازم ببقى محدده الوجبات بتاعتي اللي انا هاكلها على مدار اليوم. يعني الناس في الغالب بتطبخ العشاء بالليل، لا، انا من وقت الفطار بحضر وجبات اليوم، بيكون اسهل لي واسرع لي. يمكن اللي هو بس بطبخها بسرعه قبل ما اكلها، بس ببقى محضره المقادير، ببقى محضره مقطعه الخضار، ببقى محضره كل حاجه بحيث ان هي تستوي بسرعه. لازم بتعرفي تختاري المقادير او المكونات اللي بتناسب جسمك. احنا ما بناكلش بس عشان حاجات بنشتهيها وخلاص، احنا بناكل الحاجات اللي جسمنا محتاجها. فلازم تدخلي خضار كتير، بروتين نظيف، تبعدي عن المقليات، تبعدي عن الحاجات اللي هي الفاست فود والكلام ده كله. لازم تكوني انت اللي بتعرفي تحضري وجباتك. لو انت عايزه فعلا تبقي على نظام صحي، عايزه تخسي وتبقي شكلك رشيق، اول حاجه لازم يكون المطبخ هو اكتر مكان هتقضي فيه وقتك. مش شرط ان هو اكتر، بس لازم كل يوم جزء مخصص كده في المطبخ. المطبخ ده يعني اعتبريه معبد الاكل بتاعك. لازم تحبي المطبخ، ظبطيه، زوقيه، نظفيه، اعملي كده كورنر في المطبخ يكون خاص بيكي، بتحطي كل المقادير السوبر فود بتاعك، بتحطي كل الحاجات الصحيه. اعملي رف كده في الثلاجه خاص بيكي، لو انت عايشه مع عائلتك يبقى هو خاص بالخضار والفاكهه والبروتين الصحي والمكسرات والحاجات الصحيه كلها، حطيها في رف كده خاص بيكي، بحيث ان انت تكوني محدده الاكل اللي انت هتاكليه كله. انا بعمل صيام متقطع، ودايما بنصحكم بالصيام المتقطع من 12 ل 14 ساعه. لو انت ما تزوديش عن كده عشان هتحسي ان انت مديتي وزهقتي، خلي الموضوع يمشي يعني بشكل ميسر. احنا بنتكلم على لايف ستايل يعيش معانا بقيه عمرنا، فلازم ما تكلكعيهاش قوي على نفسك، ما تضايقيهاش قوي على نفسك، خلي الموضوع كده بسيط مرحرح عشان تقدري تكملي وتواظبي على اللايف ستايل ده. لازم تكوني بتعرفي، انت اللي بتعرفي تعملي وجباتك لنفسك. انا من الاشخاص اللي اول ما كنت ببتدي بطبخ كنت بعمل حاجات كتيره صحيه طعمها وحش جدا. مره في مره في مره دلوقتي كل اكلي صحي وطعمه يعني لذيذ جدا، على راي كويته مره لذيذ. اوكي، فلازم يعني ما تيأسيش، استمري ان انت تحضري وجباتك. افتحي على اليوتيوب، اتعلمي طريقه عمل سلطه، اتعلمي طريقه عمل فطار صحي، اتعلمي طريقه عمل غدا او عشاء صحي. في حاجات كتير جدا صحيه وطعمها لذيذ وتستمتعي بيها. حاولي دايما تقللي شهواتك للجانك فود والحاجات الصحيه دي، كلها حاجات كده يعني معتمده على الدعايه، بتلعب بيه الدماغ، بتخليكوا ان انتوا تشتهوا. يعني احنا دايما لما بنتفرج على التلفزيون مثلا، انا حاليا ما بتفرجش على التلفزيون خالص، ولا اعرف مكانه في الشقه دلوقتي، بس لما يعني الاعلانات معروفه ان لما بتشوفي اعلان بيبسي او شيبسي، ده بيديك الرغبه من جواك ان انت عايزه تروحي السوبر ماركت وتشربي البيبسي وتاكلي الشيبسي والكلام ده كله. لا، ما تخليش حد يلعب بمفاتيح عقلك، انت اللي بتتحكمي فيه، انت القائد بتاع عقلك. دايما بنصحكم او بنصح اي حد يعرفني على الاقل كل يوم 10,000 خطوه. فيديو النهارده انا مش جايه اتكلم على لايف ستايل الصحي اللي هو يعني بتقعدي تحسبي السعرات بتاعتك وتقعدي تحسبي كل حاجه بالتنتوفه وتقللي كميه الاكل اللي انت بتاكليها. لا، انا بتكلم على نظام حياه صحي، نظام حياه يعني يعيش معاكي مدى العمر. فزي ما قلنا بنخلي الحاجات بسيطه عشان نقدر نعملها ونكمل للاخر. فعلى الاقل كل يوم اعملي 10,000 خطوة، يعني تقريبا 5 كيلو مشي اعتقد. فيعني اتمشي بعد العشاء 2 كيلو، انا بروح مثلا اروح مشوار وارجع، يعني بعد العشاء بروح اتمشى كده، احط الهيدفون، اسمع اوديو بوك، اتمشى 2 كيلو وارجع تاني. وانا قاعدة على المكتب عندي السايكل بقعد احرك رجلي وانا قاعدة بشتغل، لاني بعمل ايديت كتير على اليوتيوب، فبحتاج ان انا اقعد على المكتب
مدة طويلة، فاكتسبت ان انا جبت الآلة دي ان انا اقدر ابدل وانا قاعدة بشتغل على الايديت بتاعي. الصبح اول ما تصحي وانتي رايحة الشغل، رايحة اي مكان، اتمشي اتمشي على قد ما تقدري، استخدمي سلالم البيت مش لازم الاسانسير. فيعني زي ما قلنا حاجات بسيطة بس هتفرق في حياتك كتير جدا. لازم تكوني بتحبي الشوبينج، مش شوبينج اللبس والجزم والكلام ده، لا شوبينج الخضار والفاكهة. يعني دايما بنصحكم يا بنات ان انتوا اللي تروحوا اعملي يوم في الاسبوع كده خصصيه ان انتي تروحي تعملي تروحي تجيبي طلبات الاكل بتاعت الاسبوع، جيبي الخضار والفاكهه واللحمه والكربوهيدرات الصحيه، سواء رز سواء يعني اي حاجه، بطاطا بطاطس، اي حاجه بتحسيها صحيه جيبيها، خزيني كل الاكل الصحي في الثلاجه. و يعني حاولي دايما لما تشتهي حاجه مالحه كلي بوب كورن، لما تشتهي حاجه حلوه، في حاجات بدائل صحيه دلوقتي، في شوكولاتات صحية دلوقتي، تقدري تستغني عن الشوكولاتات اللي مليانة سكر وتاكلي الحاجات الصحية. وده طبعا بنصحكم ان انتوا حتى لو ما بتحبوش الدارك شوكليت حاولوا كل يوم على الاقل تاكلوا يعني مكعب مكعبين، لان بجد فوائدها الصحية كتيرة جدا وفيها مضادات اكسدة كتير. كمان لازم تكوني حريصه ان انت تدخلي السوبر فود في الاكل بتاعك، في نظامك الغذائي. لو انت مش بتحبي مثلا الشيا، ممكن تدخليها وسط الزبادي، مش هتحسي بطعمها. لو انت مثلا الكركم ده يا جماعه يعني من الحاجات اللي انا كل يوم لازم اشربها، اول ما بصحى الصبح ببقى محضره ميه دافيه مع ليمون مع جنزبيل مع رشة كركم. يعني انت بتدي جسمك كده يعني مناعة قوية جدا، يحافظ على جسمك مدى الحياة، بحيث ان انت كل ما بتكبري بتكوني محافظة على صحتك، مش هتحتاجي تروحي مستشفى، مش هتعيي، هتبقى مناعتك قوية، هي الدافع ليكي وبتحميكي من كل الامراض. لازم كده تصنفي الكربوهيدرات الصحية ايه، لازم تصنفي ايه البروتين الصحي، لازم تصنفي ايه الدهون الصحية، ويبقى عندك ستوك من كل حاجة، مخزون من كل حاجة، وتحفظيها في درج خاص بيكي او في التلاجة. ودايما بقول لكم اي حاجة غير صحية ما تجيبوهاش البيت. لو انت خلاص مشتهية بطاطس محمرة روحي كليها برا، بس مرة وخلاص، يعني ما توفروش الحاجات دي في البيت. يعني انا مثلا ما عنديش زيوت خالص، انا بس عندي زيت جوز الهند وزيت الزيتون دول بس، ولما بستخدم زبدة بستخدم الزبدة الصحية، لان دي هي يعني المخ بيتصنع من الدهون الصحية، فانت لازم تديله الزبدة دي. بس باخد كمية بسيطة جدا يا جماعة، مش باخد حاجات كتير، باخد يعني حاجه كده صغننه في الطاسه عشان مثلا الاكل ما يلزقش في الطاسه. زيت الزيتون مش بحمره او بقليه، لا بحطه على السلطه على طول، على الخس، بيدي طعم حلو فليفر كده. لما يعني بقلي بيض بستخدم زيت جوز الهند، لما بعمل فشار بستخدم زيت جوز الهند، كميات صغيره جدا، فدي دهون صحيه. المكسرات دي حاجه اساسيه كل يوم، التمور والبلح الحاجات دي برده صحيه جدا، فلازم تبقى موجوده في السكيدول بتاعك. السوبر فود التاني عندك اللي هي شاي الماتشا، ده حلو جدا لصحتك، يعني مضادات الاكسده. الاساي بيرز دي مهمه جدا جدا جدا، يعني بس هي غاليه شويه ومش متوفره، ففي بدائل تانية. انت لو خدتي كل يوم بس كركم وليمون وجنزبيل دول لوحدهم كفايه، اي حاجه تانية بعد كده انت بتزودي وبتقوي مناعتك. بس ما تعقديهاش، لو انت مش بتحبي طعم الماتشا، مش بتفضلي طعم الاساي، عادي مفيش مشكله، يعني بنعمل سكيب، هتلاقي بدائل تانية او بتحطيها. يعني مثلا انا بحب الماتشا، بس اخر مرة لما اشتريت الماتشا طلعت يعني انا ما اعرفش، يعني هيش انا كنت جايبة نوع مستورد، بس انا استرخصت وجبت حاجة مصرية، يعني انا حساها هو يعني هي مش ماتشا، هو شاي اخضر، يعني عارفين الشاي الاخضر اللي هو بيبقى في الباكج، هو ما فتحوه وعبوا العبوة فيه، فحس الماتشا ده عامل زي باودر كده شبه الدقيق، لكن اللي انا جبته ده عامل زي الطفل، فبدل ما ارميه ومش عارفه اشربه فبدات احطه على السموزي. يعني بعمل زبادي مع معلقه كده من مع البودر اللي انا جبته الغريب ده، اللي هو المفروض ماتشا بس مش ماتشا، عشان استفيد منه وما ارميهوش.
خلي عندك كده سبوره في المطبخ بتكتبي كل الحاجات الصحيه المتاحه عندك، الحاجات الحلويات الصحيه المتاحه عندك في الثلاجه، عشان لما تشتري حاجه تروحي تبصي على البورد وتقولي اه انا مش شهيه حاجه مسكره، فاقدر مثلا اكل. انا مثلا ما بحب حاجه مسكره، بحب بروح اكل بروتين بار، في نوع كده اكتشفته حلو قوي بحب طعمه جدا. لما تخرجي بره لازم زي ما قلت، يعني انا بالنسبه لي بحب احضر وجبات اليوم الصبح، اول ما بصحى من النوم بلعب رياضه، بشرب الحاجات الصحيه بتاعتي، السوبر درينكس بتاعتي، يعني بعمل الروتين بتاعي اللي انا كاتباه. واول ما ابتدي احضر فطار بحضر وجبات اليوم بتاعت اليوم في الاول، بحس كده ان انا شلت على نفسي عبء كبير. لما حسيت ان انا بدات امل وازهق من الروتين اللي كل يوم اصحى اشيل حديد واروح الجيم او العب يوجا كل يوم ساعه، بدات اصحى براحتي، اروح الحمام، اغسل وشي، افرش اسناني، اعمل تانك سكراب، بعد كده اعمل حاجه دافيه اشربها ليمون وجنزبيل وكركم، واخدهم كده على السرير وافتح كتاب اقعد اقرا شويه لغايه ما احس ان انا جسمي فعلا صحى. يعني هو بحس ان انا كنت اخده على طول الجيم كده، ان دي حاجه كده بعد فتره زهقت. فانت لو بتزهقي من اللايف ستايل الصحي حاولي تغيري، يعني تبدلي، يعني من فتره لفتره روحي كلي حاجه نفسك فيها بس بره، ما تجيبيهاش البيت، لان لو جبتي البيت، يعني مثلا انا مثلا بحب البطاطس المحمره جدا، بس لو عايزه اعملها في البيت هضطر اجيب ازازه زيت زيت، وهضطر اجيب باكج بطاطس كبير جدا، واللي هيحصل ايه ان هو لما يكون في الثلاجه هستهلكه كله. لا، فبروح اكله بره من وقت للتاني، لما ببقى مشتهيه حاجه حلوه باكلها بره ما بجيبهاش البيت. فدايما خلي البيت ده كده او مطبخك هو المعبد بتاعك، بتحت ليه حدود، مش مسموح اي حد يدخل المكان ده، المطبخ مش مسموح يدخله جانك فود او يدخله حلويات وشوكولاتات والكلام ده. فدايما خلي الحاجات دي بره في البيت من وقت للتاني، ما تبقاش حاجه. اعرفي ان لما بيكون عندك التزام بخطتك ده بيرفع من نفسك روحك المعنويه ويديكي ثقه بنفسك ويحسسك ان انت قادره ان انت تحققي كل حاجه انت فعلا قلتي ان انت عايزه او حلمتي ان انت تحققيها، وده في حد ذاته هيساعدك ان انت تكملي تحققي هدف ورا هدف ورا هدف. دايما اختاري صحتك اولا، بعد كده يجي في المرتبة الثانية والثالثة اهم حاجة صحتك. طبعا انا دايما بكلمكم عن البيزنس والنجاح والحب وشريك الحياة والكلام ده، بس الصحة دي يعني حاجة خط احمر لازم نعتني بيها ولازم ناخد بالنا منها، زيها زي نفسنا، زي جسمنا، زي الناس اللي حوالينا. فلازم تهتمي بصحتك على قد ما تقدري باتباع لايف ستايل صحي بيكون بسيط ويكمل معاكي مدى الحياة. وانتي لما تتبعي اللايف ستايل ده هتحبي نفسك اكتر وتحترمي نفسك اكتر، والطريق ده هو اللي هيساعدك ان انتي توصلي وتحققي اهدافك. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان هو يكون عجبكم. لو حسيتوا ان هو فاتكم ياريت تشيروه ما بين اصحابكم البنات، ولو حابين تتكلموا معايا كول 1 to 1 هتلاقوا اللينك موجود على الانستجرام، ممكن تحجزوا سيشن معايا. واتمنى تعملوا فولو على الانستجرام، دايما بنزل لكم ستوريز على الانستجرام، يوميات حياتي الصحيه المنظمه، ازاي بعمل روتيني الصباحي او المسائي، ازاي بتعلم حاجه جديده، ازاي يعني بديكم نبذات مختصره عن اللايف ستايل بتاعي. وانا اكيد ان اللايف ستايل متابعيتي على الانستجرام هتفيدكم وتديكم طاقه ايجابيه. ومنساش ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات لو عندكم اي اسئله حابين تسالوها لي انا هجاوب عليها، وأشوفكم في فيديو جديد. باي باي.